الاهلي في العاصمه تونس استعدادا لمباراه الترجي، وهيكون على ملعب الجامعه التونسيه، وهو خاص بالمنتخب التونسي اللي بيأدي على طول تدريباته في هذا الملعب. وبالمناسبه النادي الاهلي كل ما بيسافر هناك بيتمرن على الملعب ده اول التدريبات الخاصه بيه. بعد كده اليوم الثاني ان شاء الله اللي هو يوم الاربعاء هيكون في تدريب اخر بالنسبه لفريق النادي الاهلي، حتى يوم الخميس ان شاء الله اللي هيكون المران الاساسي والاخير بالنسبه للفريق في ملعب رادس واستاد رادس، وهيكون في نفس توقيت المباراه المقرر ليها ان شاء الله الساعه 9 مساء. كل الامور ان شاء الله هتكون ماشيه بالشكل المناسب والشكل الجيد في صالح النادي الاهلي. عشان نطمن على الفريق بشكل اكبر، وخصوصا ان هم استأنفوا استاذ محمد النهارده تدريباتهم بعد المباراه، اول امس امبارح كان راح الفريق استأنف تدريباته عشان يستعد لمباراه الترجي التونسي. عشان كده خلينا نروح سريعا استضيف على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. نور زميلي امير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. شريف طبعا طمنا على مران الفريق النهارده اللي استأنفوا استعدادا لمباراه الترجي التونسي، هذه المباراه المصريه. عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي من خلالك، الاستعدادات ماشيه ازاي، حالات لاعبي النادي الاهلي بالتحديد المصابين، الامور كلها طمنا عليها وطلعنا على هذه الامور يا شريف. يمكن التدريب كان في الساعة الرابعة عصرا، يمكن سبقوا محاضرة للجهاز الفني بقيادة مستر كارتيرون مع اللاعبين، حثهم على الفترة المقبلة، المباراة المقبلة لا تقبل الخصم على سنين، المباراة المقبلة ال 90 دقيقة اللي فاتوا خلاص ننسى نتيجة المباراة خالص ونبدأ من جديد. 90 دقيقة جديدة، مباراة صعبة جدا، أجواء جماهيرية، مباراة هتبقى الاستاد مليان على آخره، فلازم اللعبة تركز ما تحطش النتيجة الماضية في حساباتها، نبدأ من جديد 0-0 ونلعب ونكسب هناك في تونس لإحراز اللقب المرة التاسعة. حلم كأس العالم، حلم الأهلاوية، حلم الجماهير، حلم اللاعبين، حلم مجلس الإدارة، حلم كل من ينتمي للمنظومة الأهلاوية في مصر. يمكن حضر طبعا التمرين رئيس مجلس الإدارة نجم مصر الكابتن الكبير محمود الخطيب للشد من أزر اللاعبين، يمكن وليد سليمان وأزارو حمودي يمكن اكتفوا في المشي في الملعب دون حذاء، يمكن علشان خاطر الارهاق والمباراه اللي فاتت، تدريبات استشفائيه يعني تعتبر. تمام، حاجه استشفائيه. يمكن حمودي الوحيد اللي عنده مشكله في الانكل، عنده مشكله في الركبه، ولكن بكره هتعمل له تيست وهيشوف. ودي بالمناسبه اصابه جات له اثناء احتفاله بالهدف الثاني لعمرو السوليه تقريبا. للاسف الشعار بتاع مين كان مغطي زي بير كده صغير في التراك، هو للاسف سقط فيه، لكن الحمد لله باذن الله ان شاء الله هيلحق ويكون سليم ويكون جاهز للمباراه العوده باذن الله. يمكن اللاعبين اللي شاركوا في المباراه اكتفوا بتمرين استشفائي، يمكن جري او حول الملعب ثم تمرينات للجيم ومغادرات النادي، يمكن بكره باذن الله يشاركوا في التمرين بصفه طبيعيه. باقي اللاعبين يمكن كان على راسهم ميدو جابر اللي شارك في جزء من المباراه السابقه، يمكن كان ادوا تمرينات بدنيه شاقه جدا تحت قياده طبعا ليندرمان وكابتن حسين عبد الدايم، ويمكن ادوها بشكل متميز وكان في تقسيمه بعدها. يمكن الكابتن مصطفى كمال تمرينة الحراس بشريف اكرامي وعلي لطفي تمرينة قوية جدا وادوها بشكل قوي جدا، طبعا الشناوي شارك مع المجموعة اللي ما شاركتش في التمرين. يمكن اجاي النهارده تأهيله بيتحسن يوم بعد الاخر، النهارده جريته ما فيهاش زك خالص، اجاي بدأ يقترب من العودة، يمكن باذن الله يكون طبعا جاهز في شهر يناير يلعب على طول مبارياته عشان هو طبعا غير مقيد. بالزبط. يمكن للاسف صلاح محسن يمكن في التمرين في اخر التمرين كان هو اغمى عليه، كان في اغماء ليه، فالدكتور على طول اسعفه وقال لك هو كان واخد خطه في القصبه الهوائيه، عشان كده هو اللي حصل له عملته الاغماء ديت، لكن حاجه خفيفه الحمد لله خالص. حاجه خالص، هي خطه كدمه خفيفه فهي دي اللي عملته الاغماء. احمد فتحي اكتفى النهارده بتمرينات الجيم وتمرينات الحمام السباحه علشان خاطر العضله الاماميه. يمكن هشام محمد اكتفى طبعا بتاهيلات الجيم ايضا والجري حول الملعب تاهيلي. يمكن من النظره الاولى ممكن نقول يعني من صعوبه اللحاق احمد فتحي وهشام محمد، كل شيء وارد، كل شيء وارد الايام القادمه، ولكن من الشكل العام يعني ممكن نقول استبعاد فتحي وهشام، لان السفر هيكون بعد بكره الساعه 8:15 صباحا. يمكن الجهاز الفني بقياده طبعا مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف قرر بكره يكون التمرين الساعه 9:30 صباحا علشان يتركوا مساحه كبيره للاعبين
علشان يقعدوا طبعا مع اسرهم، لان هيكون السفر بعد بكره في الصباح تمام. الباكر. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين زميل أمين. تمام، بشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان مرئيس قناه النادي الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران الاهلي واستئنافه للمران النهارده استعداد